السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. انا فاطمه الخصاونه، زميلتكم من دفعه سمو، واجيتكم بشرح المحاضره الرابعه من الاناتومي. شرحت لكم بالبارت الماضي او بالمحاضرات الماضيه، حكينا لكم عن اخذنا السكال، اخذنا الاكسيال سكيليتون اللي هو بيحكي عن اللي هو الجمجمه السكال، والعمود الفقري الفيرتبرال كولوم، وحكينا عن عظام الصدر اللي هي الريبس والستيرنوم. شو حكينا كمان؟ حكينا عن هايويد بون وهاي العظام. هسه رح نكمل معكم السكيليتال سيستم، ورح نحكي عن الابندكيولر سكيليتون. الابندكيولر سكيليتون اللي هو مكون من عظام الاطراف والعظام اللي بتربط الاطراف مع الاكسيال سكيليتون. فكمراجعة سريعة، فيه بحكي لنا هنا إنه الهيومن سكيليتون مقسم إلى أكزيال وأبندكيولر سكيليتون. الأكزيال هو جاي بالميد لاين، يعني زي ما إحنا هون شايفين الأكزيال هو العظام الموجودة بالوسط، الجمجمة، العمود الفقري، الريبس. أما الأبندكيولر فهم أطرافنا العلوية والسفلية والعظام اللي بتربط هاي الأطراف مع الأكزيال. فالأكزيال سكيليتون سكال، مانديبل، هايويد بون اللي حكينا انه هي لحالها مش مرتبطة بعظمة ثانية، الأوديتري أوسيكلز بإن إير العظام الأذن، الفيرتبرال كولوم العمود الفقري، ريبس، ستيرنوم، ساكرم، وكوكسكس. الأبندكيولر سكيليتون الأبر واللور لمس، بحكي لنا هنا انه الأبر واللور لمس الأطراف العلوية والسفلية مش مرتبطة بشكل مباشر، ما عندهاش اتصال مباشر مع الأكزيال سكيليتون، فهي بتحتاج مجموعة من العظام بنسميها الجاردلز. هاي الجاردلز هي اللي بتربط لنا الأبندكيولر سكيليتون مع الأكزيال سكيليتون. طيب ايش هي هاي الجاردلز؟ بالأبر لمس الجاردلز بنسميها شولدر جاردل او البيكتورال جاردل، تمام، اللي هي عظام الكتف، اوكي. اما اللور لمس فالجاردلز تبعه هي البلفيك جاردل او عظام الحوض، رح نحكي عنهم بالتفصيل يعني هسه، فاذا مش فاهمينهم حنحكي عنهم تاني سك منهم. بيحكي لنا هنا البيكتورال جاردل او الشولدر جاردل اللي بتربط لنا الاطراف العلويه مع الاكزيال سكيليتون هم الكلافيكال والسكابيولا. الكلافيكال هي الترقوة، والسكابيولا هي عظمة الكتف. سنحكي لكم هاي عشان نروح بعدين على التطبيق. البلفيك جارديال هي التو هيب بونز. البلفيك جارديال بربط لنا الأطراف السفلية مع الأكزيال، وهم الهيب بونز اللي هم عظام الحوض. طيب جينا هنا حكينا عن نحكي عن الشولدر عظام الكتف اللي هم الكلافيكال، تمام، والسكابيولا. الكلافيكال والسكابيولا هذول اللي بيجوا بربطونا اطرافنا العلويه اللي هي هون هي عظام الاطراف العلويه مع الاكزيال سكيليتون اللي هو هون هو هون الريبس، اوكي. فهاي الكلافيكال وهاي السكابيولا. اما العظام الحوض اللي بتربط لنا الاطراف السفليه فهم الهيب بونز او البلبك، تمام. هيهم هون هم مقسمين، رح ناخذهم واحده واحده بس مش بمحاضره اليوم، بالمحاضره الجاي. بس هي هيها تو هيب بونز اللي هم هاي كلها قد تكون وان هيب بون، اوكي استنوا نكتب خربش، تمام. هاي الهيب بونز، اوكي. نرجع للتفريغ، نبلش نحكي هسه عن appendicular skeleton. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. appendicular skeleton حكينا في عنا الأبر واللور لمس. الأبر مقسم لقسمين اللي هم الجاردلز اللي هو البيكتورال او شولدر جاردلز، الكلافيكال والسكابيولا. الباقي عظام الأطراف نفسها اللي هي الهيوميرس، الألنا، الراديوس، الكاربلز، ميتا كاربلز، وفالنجيز. نيجي هون رح ناخذهم بالتفصيل، بس هيهم على السريع حكينا هاي الكلافيكال
وهاي السكابيولا، شايفينها هاي السكابيولا. بعدين نيجي على العظام الطرف نفسه، هاي الهيوميرس، هاي الراديوس، هاي الألنا. بعدين هون هذولا هم الكاربلز، تمام شايفينهم. بعدين في عنا الميتاكاربلز والفالنجيز يس اوكي. اما اللور لمس فعنا احنا عظام الحوض، هم الجاردلز اللي بربطوا. طبعا احنا بنقدر نسمي عظام الحوض هيب، بلفيك، وكوكزل بون، اوكي كلهم اسماء لنفس نفس عظمة الحوض. بعدين عنا باقي عظام الطرف نفسه اللي هي الفيمر، الباتيلا، الفيبيولا، تيبيا، تارسلز اوكي صحيح، تارسلز، ميتا تارسلز، والفالنجيز. نرجع هون، هاي عظمة الحوض اوكي، هم مقسمة هون فصعب يعني احددها كلها. بعدين في عنا هون الفيمر، في عنا هون التيبيا، الفيبيولا، باتيلا. بعدين يجي هون اوبس هاي التارسلز اوكي، بس هم هون مسمين كل واحدة لحال، الميتا تارسلز والفالنجيز نمشي فيهم عظمة عظمة. رح نبلش نحكي عن الكلافيكل واللي هي عظمة الترقوة. وشو حكينا هاي الكلافيكل وظيفتها؟ هاي شايفينها، هاي عظمة الترقوة اللي احنا بنقدر نتحسسها على تقريبا تحت، يعني نعرفها اللي هي تحت تحت الرقبة هيك. هسا الكلافيكل حكينا هي بتربط لنا الأطراف العلوية مع الأكزيال سكيليتون. معلومة نعرفها كلنا انه الكلافيكل هي سبكوتانيوس، فبنقدر مرات نتحسسها بالذات بالسكيني بيبل اللي هم يعني بيكون كيف شين يعني سكيني اوكي نحيف فالسكيني بيبل يعني ان الناس النحيفين بتكون هاي واضحه عندهم، مع اني بحس صراحه انه هي بتكون واضحه عند الكل. بحكي لنا هنا انه it is a transverse و curved shaped bone، تمام هي شكلها منحني، فهي transverse يعني خلينا نحكي عريضة و curved منحنية، فشايفين فيها سمك ومنحنية بنهاية. طبعا هي عظمتين اوكي، الكلافيكال عظمتين، عظمة على هاي العظمة هيك على يميننا يعني شايفين هذا بني آدم، هاي العظمة هي الموجودة هيك والعظمة الثانية جاي هيك أوكي. هسا منروح على التطبيق ونفرجيكم ياهم عظمة عظمة، بس خلينا نقرأ شوي التفريغ. بحكي لنا هنا it is attached medially with sternum، هي حكينا بالمحاضرة الماضية عن الستيرنوم. الستيرنوم يا جماعة نيجي هون إن شاء الله ما تكون نسيتوها. الستيرنوم هي العظمة من عظام الصدر أوكي، فهاي الستيرنوم وهاي الكلافيكل. بحكي لنا انه هي ميديالي، الميديال حكينا اللي هو الخط ميديالي اوكي هيك، هاي ميديالي. الاشي اللي جاي ميديالي بيكون جاي اقرب لخط المنتصف، اما اللي جاي لاترالي بيكون طالع بعيد عن خط المنتصف. يلا امحي اوكي تمام. فهاي الستيرنوم وهاي الكلافيكل. بحكي لنا هنا بالتفريغ انه الكلافيكال اتاشت ميديالي مع الستيرنوم باي المانوبريوم، مانوبريوم اللي هي اول بارت، اول جزء من ال اول جزء من الستيرنوم اوكي. فبترتبط الكلافيكال مع المانوبريوم، اما لاتري بترتبط مع الاكروميون. الأكروميون هي جزء من السكابيولا، رح نحكي عنهم، رح نحكي عنها اوكي وين رحنا. فهسا شايفينها هاي الكلافيكال، هاي السكابيولا، الأكروميون شايفين هون تمام، هاي هذا الجزء وين راح، لا 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 اوكي شايفين هاي، هياته الأكروميون تمام. فبترتبط الكلافيكال بالسكابيولا بهذا مع بعض بهذا مع الأكروميون تمام. حتى هاي شايفين هون بسموها
الأكراميان. خلينا استنوا نشوف بورت أكراميان. توقع لاند كأني ما شفته. أكراميان لا أنجل أكراميان هي مو شايفيته. شفتوا هياته هذا الأكراميان هو البارت اللي من الكلافيكل برتبط مع الاسكابيولا. تمام انتوا ضلكوا بس افتحوا الصور وخلص يعني بثبت الموضوع. فميديالي مع الستيرنوم مانوبريوم استيرنا استيرني اوف استيرنوم. انا فرجيتكم اياها صح. استيرنوم كانت موجودة anterior surface manubrium sternum. هاي الانتيرير سيرف شايفين هاي هذا الجزء اللي بترتبط فيه. شايفين الزهري هذا الزهري هو الجزء اللي بترتبط فيه الكلافيكل مع الاسترنوم. تمام اللي هو الاسترني. وفي عنا لاترالي بترتبط مع الاسكابيولا بالاكروميوم اكروميوم اوف سكابيولا. ان شاء الله ما تكونوا خربطتوا. هسه راح نعيد كل هاي المعلومات اكثر من مره. الكلافيكل هي اول عظمه. هاي معلومه احطوها في بالكم. هاي المعلومات بيحبوها الدكاتره. فالكلافيكل هي اول عظمه بترتبط اوسيفايد ب واحنا اجنة. تمام بتصير عظميه يعني بتعرفوا احنا واحنا اجنة بتكون لسه عظامنا هشه. فهي اول عظمه بتصير اوسيفايد واحنا اجنة. الكلافيكل هي has no medullary cavity. الكلافيكل ما بيصير ما فيهاش البون مارو اللي بتصير فيه تصنيع. احنا بنعرف اتوقع اخذته انه بالعظام بيصير في عنا البون مارو اللي طبعا رسم العظام خلص مش حرسم. بنعرف احنا انه بالعظام بيصير في عنا بون مارو. والبون مارو بيعمل لنا خلايا بيكون فيه الستيم سيلز وبيعمل لنا خلايا بالدم مثلا. فهم بيحكي لك انه الكلافيكل ما عندها هذا الكافيتي او البون مارو اللي بيعمل لنا يعني بيشتغل وظائفه. فمعلومه هون شايفين بيحكي لنا ثلثين الكلافيكل كونفكس. اوكي ثلثين الكلافيكل كونفكس والثلث الاخير كونكيف. نروح على التطبيق لانه ما حتبين الثلث شايفين هون الكلافيكل ثلثها الثلثين الاولانيات تمام ثلثينها جاي كونفكس اوكي محدبة لجهتنا والثلث الاخير جاي كونكيف. اوكي الثلث اللي كونفكس هو اللي ميديالي اللي جاي قريب لخط المنتصف. اما الثلث اللي كونكيف فهو جاي لاترالي طالع لبرا. تمام يا رب يخترع كبسة تمحي كل هالخربيش. سلام يلا يلا امحي. اوكي حكينا ميديال كونكيف كونفكس. نكمل حكينا الميديال واللاترال اندز ديفرنت ان شيب. فلو اجينا هون بحكي لنا يلا لف بحكي لنا الميديا الاندز شايفين هاي نهايه الكلافيكل هون جاي هيك زي نص دائره منحنيه. اما الجهه الثانيه فهي جاي هيك نهايه مستقيمه. فهم بحكي لنا انه هي ديفرنت ان شيب. الميديال هي راوند يعني نص دائره دائريه واللاترال هي فلاتند مستقي او مستوي. الانفيرير سيرفيس اوف كلافيكل از رف خشن. ليش خشن؟ الانفيرير احنا بنعرف الانفيرير هو الجزء السفلي من الكلافيكل. بحكي لنا انه هو رف خشن مشان يربط الليجنت الاربطه مع بعض. اما السوبيريور سيرفيس فهو سوفت
الجزء العلوي من الكليفيكال ليه مراضي يا ربي كنا الجزء العلوي من الكليفيكال سوفت ناعم والجزء السفلي خشن مشان ترتبط عليه اللايجنت. بعرف شو ببين هون ولا لا. الجزء العلوي نعمل هايد. طيب الجزء العلوي شايفينه هيك كيف أملس وناعم، الجزء السفلي فيه تعرج مش بينش كثير، بس إنه أخشن مشان ترتبط فيه اللايجنز. lateral attachment نحكي هسه عن attachment بالكليفيكل. بحكي لنا laterally اللي هو من هنا هم عكسينها اوكي، يعني هذا هون قلبينها فهي posteriorly هيك، بس هون بحكي لنا lateral. lateral attachment اللي هو جاي لبرا خارج الميدلاين. lateral attachment في الكليفيكل في عنا attached by acromio. شوفوا بالاناتومي بدكم تحاولوا زي هيك انكم تكسروا الكلمات، يعني هون شوفوا acromio clavicular ligand اوكي. حكينا عن الاكروميون، شو صار باخونا حكينا عن الاكروميون اللي هو هذا الجزء من السكابيولا تمام، اللي بيرتبط مع الكلافيكل. فبحكي لنا هون انه اللاترالي الكلافيكل بترتبط مع الاكروميون ب شو اسمه ليجنت اللي هو رباط ليجنت اربطه، يعني ليجنت هم الاربطه بنسميه اكروميو كلافيكولر. بسيطه، اكروميو من اكروميون والكلافيكولر من كلافيكل تمام. بكنا بين الاكروميون والكلافيكل باي الاكروميال فاست. اكروميال فاست شايفين هون بيكون اللايجنت تمام. اكروميال فاست اكروميال فاست هي يا الله ليش مش بشوف هي هو الاكروميال فاست اوكي. هاي نقطة الالتقاء بين الاكروميون والكلافيكال. لا شو صار اوكي. بعدين في عنا الكونويد تروبيكال اتاشت تو الكونويد ليجند. الكونويد تروبيكال اتاشت تو كونويد ليجند هسه شفناه. شايفين الكونويد بروسس تمام شايفينه. شايفين هون كونويد تروبيكال شايفين هاد شايفينه. مشكلة انه بيعمل هايد للباقي، بس شايفين هذا البروز. هاي هي الكليفيكل اوكي تمام. شايفين في هذا البروز، هذا هي احنا لسه هي شايفين هذا البروز شايفين هاد تمام. هذا البروز من الكليفيكل بيجي بيرتبط مع الاسكابيولا اوكي. فالكونويد تروبيكال بيجي بيرتبط مع الكونويد ليجنت فبنسميه كوراكو كلافيكولار ليجند. فالكونويد تروبيكال التروبيكال اللي موجود بالكلافيكل بيروح بيرتبط بالكونويد ليجند وبيعمل لنا كوراكو كلافيكولار ليجند. ميديالي هسا احنا كل هذا الحكي لاترالي اللي هو الجزء البعيد من هياته. شايفين احنا بنحكي لاترالي هون من جهة البعيدة من خط المنتصف شو بترتبط الكلافيكل. اما ميديالي مش حكينا اصلا انه هي بترتبط مع الاسترنم. هون برجع بحكي لنا انه ميديالي الميديال سترنال اند اوف كليفيكال هي ثيك وراوند. حكينا انه هي راوندد وهو ثيك. ثيك ما حكينا بس يعني هي اسمك ما شفنا انه هي فيها سمك اعلى ومنحنيه واتاج تو سترنم
اللي هي عظمة من عظام الصدر. At the posterior medial part of the clavicle, posterior medial, medial posterior part of the clavicle, there is a depression called depression for attachment with the first rib by costoclavicular ligand. Costoclavicular ligand. بحكي لنا هون إنه الكلافيكل مرتبطة مع الفيرست ريب، أول ضلع من أضلاع الصدر بالكوستو كوستو كلافيكير لايجن. تمام، كيف مرتبطة؟ في عنا إحنا ديبريشن بال وين راح التطبيق ديبريشن بالكلافيكل نفسها. شايفينه؟ هاد يا رب ألاقي هاد. أيوة هي هذا. تمام شايفينه؟ هو مبين يعني هيك سطح خشن. هاد السطح هاي هي هاد هو البوزيشن الطبيعي للكلافيكل. تمام، ومن ورا في عنا الكوستو كلافيكولار لايجند اللي بيرتبط مع الفيرست ريب. طبعا هنا الريب هون مو مكملينه، بس احنا شفنا انه في تكملة إله، فهو بيجي بيرتبط هون مع الكلافيكل. طيب يا جماعة ننتقل لثاني عظمة اللي هي السكابيرا. السكابيرا هي العظمة اللي بتكون كثير بارزة من الظهر عند الناس النحيفين. شايفينها؟ هاي هي العظمة، هاي السكابيرا. أوكي، بحكي لنا هون إنه السكابيرا situated at the back، هي مكانها موقعها بالظهر. تمام، وبتمتد من second to seventh rib، من ضلعنا الثاني والضلع السابع. اوكي، فهي ممتدة من ضلعنا الثاني. اوكي، second rib لل seventh rib، ممتدة الاسكابيرا من second. هي هسه هالطرف اسكابيرا اوكي يعني محسوب، فإحنا لو مدينا خط من هون هنشوف رح نشوف إنه الاسكابيرا ممتدة من الضلع الثاني للسابع. بحكينا إنه هي مرتبطة مع الأكزيال سكيليتون بالعضلات. لاترالي هي مرتبطة مع الهيوميرس. لاترالي هي بتلتقي مع الهيوميرس، حكينا الهيوميرس. شايفين هاي أول عظمة بطرفنا العلوي بذراعنا الهيوميرس. فالسكابيولا لاترالي مرتبطة أو بتلتقي مع الهيوميرس، وميديالي بتلتقي مع الكلافيكل زي ما حكينا قبل شوي. الأنجل في عنا هسا نحكي شوي هسا عن ايش يعني، شو في اشياء جوا السكابيولا نفسها. بحكي لنا في انجلز اوكي، في عنا سوبيريور لاترال وانفيريور. سوبيريور يعني فوق، فبنطلع فوق، هي السوبيريور انجل. اوكي، انفيريور اللي هو عكس سوبيريور تحت، فعنا هون الانفيريور انجل. لاترال هسا احنا لو نطلع هون هذا هيك يفترض هذا البني ادم اوكي، وهي السكابيولا تبعته، يعني هون ميديالي وهون لاترالي. فاللاترال انجل رح يكون هون، سنو نشوفه هون. فهاي الانفيريور انجل شايفينه اللي تحت باللون الزهري، هذا السوبيريور وهذا الانفيريور انجل وهذا اللاترال انجل شايفينه هيها. بحكي لنا في بوردرز للسكابيولا، نفس المبدا، في عنا سوبيريور بوردر برضو حيكون فوق. تمام، وفي عنا لاترال بوردر هي، وفي عنا ميديال بوردر. اوكي، فنلاحظ عنا سوبيريور انجل ولاترال انجل، بديش تخربطه. اوكي نعيد، في عنا سوبيريور انجل اللي هي superior angle، هاي superior angle، هاي inferior angle، وهاي lateral angle. اوكي، بعدين في عنا borders، في عنا زي حدود البوردر، في عنا superior border، في عنا lateral و medial border، ما في عنا inferior، في عنا lateral و medial borders.
هاي اللاترال بوردر وهاي الميديال بوردر. بحكي لنا هون معلومة انه الميديال بوردر بسموه فيرتبرال لانه عند قريب من الفيرتبرال كولوم، هاي هون في المتخيل في فقرات. بحكي لنا الميديال بوردر هو ثن وبعيد عن الميد لاين وعن منتصف الجسم. طبعا احنا بنعرف العمود الفقري جاي منتصف الجسم، فهو بعيد عن منتصف الجسم الميد لاين بخمسة سنتيمتر. طيب نيجي هون البوردرز، هاي البوردرز اوكي، هاي اللاترال بوردر وهاي وهذا السوبيريور بوردر وهذا الميديال بوردر. تمام، حكالنا برضو معلومة انه اللاترال بوردر اسمك من الميديال بوردر. شايفين كيف هون جاي ارفع من هون البوردر اوكي، وحكينا عن الانجلز. بحكي لنا هون انه اللاترال والميديال بوردرز بتلتقي عند الانفيريور انجل. منطقية المعلومة، اذا الانفيريور انجل هو الانفيريور انجل هون والبوردر لاترال بوردر هون والميديال بوردر هون، فهم بضلهم ممتدين فيلتقوا عند الانفيريور انجل. بحكي لنا الانتيريور سيرفيس اوف سكابولا از ميد اوف ديبريشن كولد subscapular fossa. الانتيريور سيرفيس انتيريور، هسه احنا هون بنطلع عليها من ورا اوكي، ما بنطلع عليها انتيريورلي. يعني لو رجعنا هون احنا هيك لفينا الجسم لورا، فانتيريورلي يعني هيك ماشي. لو نطلع عليها انتيريورلي نعمل هايد، بحكي لنا شايفين هون في هون ديبريشن، في زي يعني زي حفره اوكي. فهو بحكي لنا في عنا هون subscapular fossa، هاي depression موجودة بالanterior surface subscapular fossa اللي لونها أخضر. تمام شايفينها، هي anterior اللي موجودة وزي زي الحفرة موجودة بالسكابيولا. بحكي لنا posteriorly posterior surface موجود البوستيريور سيرفيس من تو ديبريشن سيبريتد باي ا سباين كولد سوبرا سباينس فوسا. فبوستيريورلي يعني لما نرجع نعكس احنا بنطلع انتيريورلي، نرجع هيك انتيريورلي في عنا بس ديبريشن واحد. لما نلف ونطلع انفيريورلي انتيرير بوستيريورلي بوستيريورلي لما نطلع في عنا تو ديبريشنز. شايفين depression هاد فوق، هايد تبلكم depressions يا رب اتعود على التطبيق. clavicle fossa gland inferior scapular notch، ايوه في عنا احنا two depressions. في عنا هذا depression اللي تحت بنسميه infra spinous fossa والدبريشن اللي فوق بنسميه سوبرا spinous fossa. لاحظوا انه احنا زي ما حكيت لكم بنقسم كلمة الاناتومي فبتطلع كثير سهلة، وبفصلهم spine بنسميه spine of scapula. شايفينه هذا spine بفصل لنا بين الدبريشن اللي فوق اللي سميناه سوبرا والدبريشن اللي تحت اللي سميناه infra spinous fossa. فبوستيريور اللي عندنا two depressions separated by a spine called supraspinous fossa superior. supra من superior اوكي، فوق spine دقيقة اوكي. كنا نحكي عن السوبرا والانفرا spinous fossa، فحكينا ان السوبرا هي جاي فوق سميناها supraspinous fossa تمام فوق السباين. او في عنا بحكي لنا اتاتشمنت بوينت، هي نقطه اتصال مسل بنسميها برضو سوبرا سباينيتس مسل تمام. وفي عنا الانفرا سباينس فوسا بتيجي انفيرير تحت السباين وبترتقط بتيجي بترتبط فيها مسل
سميناها انفرا سباين سباينيتس مسل. اوكي السباين حكينا انه هو كالندريكال اليفيشن ان ذا بوستيرير سيرفيس، هو بروز بالبوستيرير سيرفيس اللي هو الجزء الخلفي من الكلافيكال. سيبريت شو وظيف شو بيعمل، بيفصل لنا الانفرا سباينس والسوبرا سباينس فوسا. اوكي طيب بحكي لنا هنا انه في عنا بالجهه اللاترا، في عنا اللاترال انجل. هسه حكينا عن اللاترال انجل صح، في عنا باللاترال انجل. هسه احنا هون هيك ميديالي تمام وهيك لاترالي. اوكي فبحكي لنا باللاترال انجل في عنا 3 things. في عنا الكوراكويد بروسس، الكوراكويد بروسس شايفينه هيو، هذا البروز اللي حكينا انه بتلتقي فيه بتلتقي في شايفين هون هاي هي السكابيولا. ميد لاترالي، لاترالي بيكون في عندها بروسيسز. فعنا هون الاكروميون تمام، الاكروميون بروسس اللي حكينا بتلتقي مع الكلافيكال فيه، وفي عنا الكوراكويد بروسس تمام، وفي عنا برضو اشي ثالث اللي هو الجلانويد كافيتي تمام. فهاي الكوراكويد بروسس وهاي الاكروميون بروسس وفي عنا هذا الجلانويد كافيتي. بحكي لنا هون معلومه انه الاكروميون بروسس بتطلع ريز فروم ذا سباين، شايفين هاي هي السباين، هسه شفناها على التطبيق هاي السباين. فامتداد السباين بيعمل لنا الاكروميون بروسس تمام، وهيك لاترالي نتذكر هون الميد لاين وهون لاترالي. الجلانويد كافيتي انفيريرلي، الجلانويد كافيتي جاي تحت الاكروميون بروسس. طيب شو فائدة او شو بيعمل هذا الجلانويد كافيتي؟ بحكي لنا الجلانويد كافيتي بيلتقي مع الهيوميرس، مع عظمة الهيوميرس. يعني شفنا هون شايفين هون هاي الهيوميرس اوكي، وهذا هاي السكابيولا. فوين بيلتقوا مع بعض؟ بالجلانويد كافيتي او الجلانويد فوسا تمام. فالجلانويد كافيتي بيجي بيمسك الهيوميرس، بيجي بيلتقي مع رأس الهيوميرس. وبرضه في بروزين تحت وفوق الجلانويد كافيتي اوكي. بحكي لنا انه في تحت الجلانويد كافيتي سمول اليفيشن بيرتبط مع عضله الترايسبس برونكاي اوكي. بنسمي هذا الاليفيشن البروز انفرا جينيريك تروبيكال توبريكال اوكي سوري انفرا جينيريك توبريكال. فالبروز السفلي اللي تحت تحت جلانويد كافيتي بنسميه انفرا اسفل للجينيريك توبريكال. هسه بفرجيكم اياه على التطبيق، بس نقرا هاي الجمله. بحكي لنا سوبيريور فوق الجلانويد كافيتي في عندنا برضه اليفيشن بروز بترتبط فيها عضلة الترايسبس برونكاي، بنسمي هذا البروز سوبرا جلانويد توبريكال. طيب نيجي هون كانت هون سوبرا جلانويد، أيوة هاي الجلانويد بروس أو جلانويد فوسا تمام، جلانويد كافيتي او جلانويد فوسا. تحتيه في عنا الانفرا جلانويد توبريكال انفرا سفلي وبترتبط فيه الترايسبس، وفي عنا فوقه هيا هذا سوبرا جلانويد وبترتبط فيه البايسبس. اخيرا اخر ملاحظه عن السكابيولا، بحكي لنا في عنا سكابيولر نوتش، هذا السكابيولر نوتش موجود سوبيريور فوق يعني من عند السكابيولا، هاي السكابيولا من فوق سوبيريور تمام. وشغلة ثانية تمام، نقطة ثانية انه هو جاي ميديال بالنسبة للكوراكويد بروسس. خلينا نحاول نشوفه هون. اول اشي سوبيريور
في عنا بالسوبيريور بوردر للسكابولا، حكينا السوبيريور بوردر هي تمام، هي هي سوبيريور بوردر تمام، لا هيك هيك سوبيريور بوردر اوكي. وبرضه هذا النوتش موجود ميديال بالنسبه للكوراكويد بروسيس. الكوراكويد بروسيس هو هذا، فالكوراكويد بروسيس هو جاي لاترالي صح، هي هيك هذا هون جسم الانسان تمام، هون الميديال ميد لاين، فهو هاي الكوراكويد بروسيس. فلو هو ميديال بالنسبه للكوراكويد معناته لازم يكون جاي هيك، فهو جاي بين السوبيريور بوردر والكوراكويد بروسيس، يعني جاي لازم يجي هون تمام. خلينا اوكي، هاي السكابولا من حكينا من ناخذها من نعمل من نشوف النوتش، هاي النوتش شايفينها، هاي السكابولا من ورا، في عنا هون هذا الكوراكويد بروسيس، هذا البروسيس ميديال بالنسبه له، يعني لو رجعنا هون تمام كوراكويد بروسيس هي، وهذا السوبيريور بوردر، بينهم في نوتش بنسميه اللي هو السكابولار نوتش، بمر من عنده ال سوبرا سكابولار نود وسوبرا سكابولار نيرف وفيسل، بس يعني هي الدكتورة مش حاطة هاي المعلومة، هو بس إنه نوتش وين مكانه، حكينا بين السوبيريور بوردر، عند السوبيريور بوردر وميديالي بالنسبة للكوراكويد بروسيس. تحكينا هون الكوراكويد بروسيس بيشتغل as projection، هو بروز بترتبط فيها attachment of muscles، ترتبط فيها العضلات الهيوميراس، هي أول عظمة من عظام الأطراف تمام. هسا بدنا نبلش نحكي عن الطرف العلوي، فهي هي الهيوميراس، حكينا عن السكاب عن الكلافيكال وعن السكابولا، هسا نمسك الهيوميراس ونتعرف عليها. بحكي لنا هسا هي رح نقسمها لأبر ولور، رح ندرس الأبر أناتومي بعدين اللور أناتومي للهيوميراس أوكي. طيب في عنا هيد للهيوميراس تمام، الهيد هي الأبر at the upper and end، خلينا نحكي بدايتها أو طرفها العلوي تمام، بترتبط مع الجلانويد كافيتي، مش حكينا في الهيوميراس والجلانويد كافيتي بيلتقوا، اللي الجزء اللي من الهيوميراس اللي بيرتبط مع الجلانويد كافيتي، هذا هو الجلانويد كافيتي إذا لحقتوا تنسوه، الجلانويد الجزء اللي بيرتبط مع الجلانويد كافيتي من الهيوميراس هو الهيد تمام. بحكي لنا covered by الهيد of هيوميراس covered by hyaline cartilage، hyaline cartilage نوع من الكارتيلج، and شكله هيميسفير in shape، شايفين هاي هي هذا هو الهيد اوكي، فهو بيكون في عليه طبقة كارتيلج وشكله هيمسفير تمام، شايفين كيف هو شبه كروي. بعدين بعد الهيد يم تحت الهيد بالضبط في عنا نيك اوكي، دائما بس يكون في عنا هيد بالاناتومي في عنا نيك تمام، فالهيد بعدين النيك مبينة هي هالنيك محددين لكم اياها، شايفين هو بيكون زي بتكون استنوا النيك اوكي، هي النك شايفين الهيد، وبس الهيد يخلص ويصير فيه زي هيك كسره لجوا بتيجي النك اوكي، هاي النك للهيوميراس. بعدين في عنا توبريكال، في عنا جريتر وليسر توبريكال اوكي، لكن الجريتر توبريكال هو بروز كبير موجود لاترالي، ما حكيت لكمش بس احنا قاعدين هسه بنطلع ميديالي، يعني هون شايفين هاي ميديالي اللي هي الهيوميراس ميديالي هيك تمام، فبحكي لنا انتيريرلي قصدي انتيريرلي، فبحكي لنا في عنا هسه الكريتر والليسر هون توبريكال هسه هيك انتيريرلي تمام، الجريتر ويت دقيقه بحكي لنا الجريتر توبريكال هو اللارجر بروز كبير موجود lateral to head اوكي، يعني هاي الهيد تمام شايفين نمحي هاي الهيد وهاي اللارجر larger tubercle تمام، هون بيجي
فهو بالنسبة للهيد فالتوبريكل جاي لاترالي تمام و at the lateral border of the arm تمام. اوكي هسه بنشوفه مع التطبيق بس خلينا نقرا الليسر توبريكل بيحكي انه سمول الاليفيشن تمام اصغر من الكريتر و inferior تحت الهيد تمام تحت inferior to the head and at the medial border of the arm فالليسر تمام هاي ال هاي الجريتر والليسر توبريكل هاي الهيد تمام هاي الهيد ماشي اللي بالزهري وهاي النك هذا الليسر توبريكل وهذا الجريتر توبريكل الليسر توب الجريتر جاي لاترالي تمام احنا هيك ماسكين الهيوميرس انتيريرلي يعني بالاناتوميكال بوزيشن اللي بالزهري هو الجريتر توبريكل هذا الليسر توبريكل هاي النك وهذا الهيد بعدين في عنا جروف بنسميه انتر توبريكال جروف او سلكس بحكي ان هذا لارج ديبريشن زي خندق بتوين الجريتر والليسر توبريكلز انتر توبريكال جروف استنوا اكملكم هدول بعدين نشوفهم كلهم ولا يلا نروح نشوفه شو ورانا طيب بدنا نشوف انتر توبريكال intertubercular sulcus شايفين هذا الاشي اللي بالاخضر حكينا انه نمسك حكينا انه هذا الليسر توبريكال هذا الجريتر توبريكال وهذا الجروف شايفين بينه بينهم امحي امحي في بينهم في بينهم هيك زي خندق شايفينه نرجع نمسك ال نرجع نمسك ال كان هون انتر توبريكال سلكس شايفينه هو زي خندق بين ال توبريكلز فهذا هو الانتر توبريكال جروف او سلكس في عنا نك ثانية غير النك اللي موجودة تحت الهيد بنسميها سيرجيكال نك ليش سميناها سيرجيكال نك لانه بيحكي لنا انه هي اغلب الكسور بال بالهيوميرس بتصير فيها فرحنا سميناها السيرجيكال نك في عنا الشافت او البودي بحكينا هي الكالندريكال في شيبد ستراكتشر موجود بين الابر واللور اند هاي الابر اند وهاي اللور اند بينهم في عنا البودي او الشافت الاند اوف هيوميرس ات كونتين دلتويد تبروسيتي عندها عندنا الدلتويد تبروسيتي وهو رف اريا ماشي وبيجي عند الدلتويد تبروسيتي بترتبط مسل بنسميها دلتويد مسل فهاي هاي الشفت البودي تمام هاي كلها وهاي الدلتويد هذا الدلتويد تبروسيتي اوكي مش كثير مبين هون دلتويد تبروسيتي تمام هاي دلتويد تبروسيتي هاي احنا هيك انتيريرلي وهاي هو الدلتويد تبروسيتي مكان ما بترتبط الدلتويد مثلا نحكي هسه عن الجزء السفلي من الهيوميرس تمام الجزء السفلي في عنا زي ما بنعرف احنا في عنا الكوع موجود تحت فرح نحكي هسه انه عن النقاط اللي بيصير فيها التقاء اصلا بين الهيوميرس والعظمتين اللي تحت حكيناهم على السريع اول محاضره اللي هم الالنا تمام والراديوس الالنا هي اللي جايه يعني اقرب لجوه تمام يعني هذا الميد لاين الالنا هي هاي العظمه اللي جاي هون والراديوس هي هاي العظمه اللي جاي من برا التروكليا هي ترتبط بحكينا انه بترتبط مع التروكليير نوتش من الالنا لو اجينا هون فهي هي التروكليا تمام شايفينها هيها هاي التروكليا موجودة على الطرف الهيوميرس من تحت وجاية ميديالي تمام فهذا هو الميد لاين زي ما حكينا هاي هي التروكليا جنبها في عنا الكابيتيليا تمام الكابيتيليوم بحكينا انه هي بتروح بترتبط مع الهيد اوف الراديوس هاي التروكليا وهاي الكابيتيليوم بحكي لنا انه
في كورونويد فصة. هاي الكورونويد فصة هو زي depression، هو زي حفرة موجودة anterior in the on the anterior surface of humera of the humerus. anterior surface دايما إحنا شايفين من هون، تمام؟ هون anterior، هون posterior، فهون سيبكم منه. إحنا مطلع هون anteriorly articulate with the coronoid process of ulna. فالكورونويد كورونويد فصة بترتبط برضه مع بارتكيوليت مع الكورونويد بروسيس اوف ألنا. وين لما نعمل لما نثني احنا كوعنا، لما نعمل نثني الالبو تبعنا، بيجي الكورونويد فص، تيجي الكورونويد فص فصة بتسكر مع الكورونويد بروسيس من الألنا. هاي الكورونويد بروسيس، تمام؟ هذا الكورونويد بروسيس وهذا هاي الكورونويد فصة. فإحنا لما نعمل نثني كوعنا بتسكر البروسيس على الفصة، أوكي؟ والكورونويد فصة جاي فوق التروكليا، تمام؟ هاي التروكليا وهاي الكورونويد فصة وهذا الكورونويد بروسيس. في عنا فصة ثانية جنب الكورونويد فصة اللي هي راديال فصة، ومن اسمها بنفهم إنه برضه لما نثني الكوع تبعنا، لما نثني الالبو بسكر الهيد اوف راديوس وبيجي جوا الراديال فصة. في عنا الابيكوندايل. هاي الابيكوندايل هو بروز موجود على في بروزين هون شايفين، في هذا ابيكوندايل وهذا ابيكوندايل. في واحد من في بروز جاي ميديالي، في بروز جاي لاترالي. فبيحكي لنا في لاترال وميديال ابيكوندايل هم اليفيشنز موجودين على اللاترال والميديال سيرفيس بالهيوميرس من تحت، تمام؟ في عنا موجودين بيحكي لنا فوق الكابيتيليوم. هسه في عنا اللاترال، هاي الكابيتيليوم، تمام؟ فالكابيتيليوم هاد فوق الكابيتيليوم في عنا اللاترال ابيكوندايل، والفوق التروبيكال في عنا الميديال ابيكوندايل. اخر اشي بالهيوميروس في عنا اوليكرونيون فوسا. اوليكرونيون فوسا هو ديبريشن موجود بالبوستيرير سيرفيس، هو الاشي الوحيد اللي احنا حكينا عنه موجود بالبوستيرير سيرفيس هون، يعني هاي الهيوميروس هيك احنا بنطلع عليها من قدام، لو لفيناها في عنا فصة من ورا بنسميها اوليكرونيون فصة. هو ديبريشن موجود بالبوستيرير سيرفيس بالهيوميروس، وبيجي هو ذات بيجي بدخل فيه الاوليكرونيون بروسيس من الألنا بتقعد فيه، اوكي؟ شايفين هذا احنا بنطلع هنا احنا بنطلع بوستيريرلي. لما نيجي على الهيوميروس من ورا هنشوف في عنا الاوليكرونيون فصة، تمام؟ زي حفرة. بيجي الأوليكرونيون بروسيس من الألنا بقعد جواتها، تمام؟ خلينا نمر سريع عليهم بالتطبيق، نطلع عليهم من تحت. حكينا هذا اسمه تروكليير، تمام؟ التروكليير، استنوا احنا هيك حنعجق الدنيا، ناخذ الطرف الثاني كنا نشرح عليه طول. طيب الهيوميروس طيب هاي التروكليير التروكليير، تمام؟ هاي الكابيتيليوم، فوق الكابيتيليوم عنا الراديال فوسة، وفوق التروكليير في عنا الكورونويد فوسة، تمام؟ مكان ما بيسكر الكورونويد بروسيس. بعدين في عنا هيا، تمام؟ بعدين في عنا البروزين اللي جايين على جنب، في عنا الميديال ابيكوندايل واللاترال ابيكوندايل. من ورا من نفرجيكم حكينا كورونويد فصة، ايوه هي اوك الاوليكرونيون فصة مكان ما بتيجي الألنا الاوليكرونيون بروسيس من الألنا وبقعد جوا، اوكي؟ هاي الألنا لو لفينا اخونا شوفوا هاي الألنا قاعدة جوا الاوليكرونيون فصة.
بعد الهيوميروس في عنا العظمتين اللي بيعملوا لنا الذراع او الفور ارم اللي هم الالنا والراديوس. حكينا احنا عن الالنا انه هي اللي جايه ميديالي، تمام؟ يعني هون احنا خط المنتصف الميد لاين، فالالنا هي هاي العظمه اللي جايه اقرب لخط المنتصف ميديالي، والراديوس هي العظمه هاي اللي جايه لاترال ابعد عن خط المنتصف. فالالنا لوكيتد مي ان ميديالي، بحكي لنا على جهه الليتل فينجر، تمام؟ اوف ذا فور ارم، الفور ارم هي الذراع، اوكي؟ بعدين بحكي لنا بالراديوس جايه لاترالي بجهه الثمب، تمام؟ من الفور ارم الثمب، هي الراديوس وهي الثمب. بحكي لنا الراديوس والألنا بترتبط مع الهيوميروس at الإلبو جوين اللي هو الكوع، أوكي؟ هاي الإلبو جوين. بحكي لنا هنا إنه الراديوس هي الوحيدة اللي بترتبط مع الكاربلز، الكاربلز اللي هم عظام الرسغ، هاي الكاربلز. فالراديوس هي الوحيدة اللي بترتبط مع two carpal bones، أوكي؟ هي معلومة مهمة. نحكي شوي عن الراديوس. الراديوس حكينا هي اللي جاية لاترالي، تمام؟ وجاية على جهة الثمب. الراديوس قبل شوي حكينا انه هي بترتبط مع الهيوميروس بشغلتين، بالكابيتيليوم، تمام؟ بترتبط مع الكابيتيليوم، هاي الكابيتيليوم اذا حكوا تنسوه، الكابيتيليوم في الهيوميروس، والراديال فوسة بالهيوميروس. لما نسكر احنا الكوع بتيجي بتدخل الراديوس بالراديال فوسة جوا الهيوميروس، تمام؟ هاي الراديال فوسة وهاي الكابيتيليوم. برضو في شغلة ثالثة انه في راديال نوتش بيرتبط لنا مع الألنا. خلينا نشوف الراديال نوتش، هاي الراديوس، اوكي؟ تمام، حكينا هاي الهيوميروس، هاي الراديوس جاية لاترالي، واللي من جوا هي الألنا. الراديوس بدنا نشوف النوتش اللي بيرتبط لنا، شايفين هون هاي الراديوس، اوكي؟ هاي الراديوس انتيريرلي، راديوس انتيريرلي، يس. في هون تحت، في هون هذا النوتش، شايفينه هذا اللون اخضر، هذا النوتش اللي بيرتبط مع الألنا، الألنا، اوكي؟ بنسميه ال radial notch of ulna او الألنا notch، لانه هو يعني احنا دائما لما ترتبط عظمتين مع بعض فبنصير نسمي نقطة الالتقاء هاي، يعني مثلا هون مسمينها بالتطبيق الألنر notch، لانه هذا النوتش بيروح بيرتبط مع الألنا، بس هو وين موجود؟ هو موجود بالراديوس. ان شاء الله ما اكون مين عجبته، بس عاد هي سهلة بس بدنا نركز فيها. في عنا تيبروسيتي، في عنا سطح خشن، عند الراديوس بترتبط فيه الماسلز. تيبروسيتي هاد، شايفين هاد هو التيبروسيتي، هذا الخشن، شايفين كثير خشن، مبين انه هو كثير خشن، تيجي بترتبط فيه الماسلز. الألنا، نحكي عن الألنا، الألنا حكينا انه هي جاية ميديالي وعلى جهة الليتل فينجر. الألنا عنا برضو تو، يعني بترتبط مع الهيوميروس بنقطتين. حكينا اول اشي التروكلير نوتش، تمام؟ التروكليا، تمام؟ تيجي الألنا بترتبط فيها. وفي عنا التروكلي النوتش، اوكي، بترتبط مع التروكليا بالهيوميروس. وفي عنا خلينا نمشي بالتفريغ احسن. في عنا الراديال نوتش، تمام؟ بحكينا الراديال نوتش بيروح بيرتبط مع الهيد اوف هيوميروس. الراديال نوتش اللي هسه شفناه بيرتبط مع الهيد اوف هيوميروس وبيعمل لنا راديو النر جوينت، تمام؟ فالراديال نوتش مبين هون، مش مبين هون، بس شفنا الراديال نوتش بيروح بيرتبط هاي الراديوس، تمام؟ هاي الألنا. نشوف الراديال نوتش، تمام؟ هاي الراديال نوتش،
الراديال نوتش حكينا بيرتبط مع الهيد اوف راديوس فورمينج راديو النر جوينت. هاي الراديال، هاي شايفينه هذا الاخضر، الراديال نوتش بيرتبط لنا مع الهيد اوف راديوس فورمينج الجوينت اللي مسميه راديو النر جوينت. الاولوكرانيون بروسيس اللي حكينا هو موجود بالهيوميروس، الاولوكرانيون فوسه موجوده بالهيوميروس، في حفره الاولوكرانيون فوسه، الاولوكرانيون فوسه الموجوده بالهيوميروس ما بترتبط مع بتيجي الالنا وبترتبط فيها، بتدخل جواتها عن طريق الاولوكرانيون بروسيس. تمام، articulate with olecranon fossa of the humerus posteriorly. فبعملوا when the forearm، لما نفرد احنا ايدنا، لما نفرد ذراعنا، بتيجي هاي الاولوكرانيون بروسس، بدخل جوا الاولوكرانيون فوسا بالهيوميروس. في عنا الكورونويد بروسس، الكورونويد بروسس بيرتبط مع الكورونويد فوسا جوا الهيوميروس. الكورونويد بروسس موجود هون anteriorly، كورونويد بروسس بدخل عند الكورونويد فوسا لما نثني كوعنا. اوكي، لما وين ذا فور ارم البو جوينت از فليكسد. اوكي، نحكي شوي عن الالبو جوينت. الالبو جوينت بيصير عن طريق انه الالنا بترتبط مع الهيوميرس عبر التروكليا. اوكي، وعندنا الراديوس بترتبط مع الهيوميروس عبر الكابيتيليوم. كابيتيليوم لازم حطينا صورة هناك، كابيتيليوم. اوكي، و الاولوكرانيون بروسيس اوف النا وذ اولوكرانيون فوسا بالهيوميروس. الاولوكرانيون حكيناها انها موجودة من ورا الاولوكرانيون بروسيس مع الاولوكرانيون فوسا. الألنا والراديوس ديستال اند، من النهاية السفلية. تمام، نشوف هسه، نحكي عن نهايتها السفلية اللي جاية مكان يعني نقطة التقائها مع الرسغ. اوكي، بحكينا هون ديستالي الهيد اوف ألنا بيروح بيرتبط مع او بيلتقي مع الألنر نوتش اوف راديوس. اوكي، الهيد اوف ألنا جاي لتحت، هاي الألنا لو رحنا شفنا دورنا على الهيد اوف ألنا، تمام، هي الهيد اوف النا، تمام، جاي تحت. فبتذكروا واحنا ناخذ الراديوس لما رحنا شفنا الالنر نوتش، شوفوا الالنر نوتش جاي تحت، فالالنر نوتش اللي عند الراديوس بيروح بيلتقي او بيرتبط مع الالنا الهيد اوف النا، وبيعملوا لنا جوينت بنسميه راديو النر جوينت. بالديستال اند حكينا عن الراديوس قبل شوي، في هون حكينا انه الراديوس بتلتقي بتو كاربال بونز، فهون بحكي لنا انه هذول التو كاربال بونز هم السكافويد بون واللونيت. تمام، فالسكافويد واللونيت اللي هم جزء من عظام الرسغ بيعملوا لنا مع الراديوس جوي برضه جوينت مفصل بنسميه راديو كاربال جوينت أو ريست. أوكي، الريست، فنيجي هون هاي الراديوس لو أنتوا شايفين هذول هم هاي السكافويد وهاي اللونات مع بعض بيعملوا لنا الراديو سكاربال جوينت. طب ليش الألنا ليش الألنا أوكي ليش الألنا ما بترتبط مع الرسغ؟ بحكي لنا هون انه في عنا جوينت، تمام، بيفصلها عن في عنا كارتريج، معلش، في عنا كارتريج بيفصلها عن الرسغ او عن مفصل الريست جوينت. اوكي، فسيبريتد فروم ريست جوينت باي فايبرو كارتريج ديسك. اخر بارت رح نحكي عن الالنا والراديوس بنسميه الستايلويد بروسيس. الستايلويد بروسيس هو نتوء او بروز موجود على طرف الالنا والراديوس. اوكي، الثنتين في عندهم الستايلويد بروسيس، هو شارد بروسيس فاوند ديستالي على الطرف السفلي من البوث بونز.
رأينا نشوف هون، شايفين هذا ال، شايفين هذا النتو، استنوا ستايلويد بروسس، لفها هسه هي هيك، شايفين هاي هي الانتيرير، لي هاي هي الألنة تبعتنا، شايفين الجزء هسه هي هيك انتيرير لي، اوكي شايفين هذا الجزء السفلي اللي تحت هذا الاخضر، هذا هو الستايلويد بروسس اللي موجود بالألنة، وفي عنا زيه موجود هي شايفينه، هي بيكون هون تحت هون، اوكي عشان ما تكونوا صدعتوا، وهاي الراديوس، بالراديوس برضه نيجي عند اللاند ماركس ستايلويد، هيو الستايلويد بروسيس اوف الراديوس، اوكي تمام. هسا نحكي عن عظام الرسغ شوي، حكينا هم كاربلز، ميتا كاربلز وفالنجيز. الكاربلز هم عظام الرسغ نفسه، ميتا كاربلز هم هدول، والفالنجيز اوكي والفالنجيز هم هدول. حكينا هون انه في عنا احنا 8 كاربل بونز، الكاربل بونز عظام الرسغ هدول 8 اوكي، ومرتبطين مع بعض بلايجنز وبصنعوا لنا الرست اللي هو الرسغ. في عنا 5 ميتاكاربلز تمام، في عنا الميتاكاربلز هذول هم 5 عدد اصابع اليد اوكي، في عنا 5 ميتاكاربل بونز كونتين ان ذا بالم اوف ايتش هاند، موجودين براحة كل يد. بحكي لنا ذا فيرست وان از اون ذا لاترال سايد، الفيرست وان باللاترال سايد اللي هو قاعد بحكي عن عظام الرسغ، اول واحد ببلش من اللاترال سايد اللي هو الثامب سايد تمام، نبلش العد من هون. Each hand contain 14 فرنجيز، هذول الفرنجيز 14 تمام، بحكي لنا هسا احنا بنعرف انه ال باستثناء الثامب في عنا هذول، باستثناء الثامب شايفين هاي الثامب، الباقيين هم عندهم 3 شايفين، يعني اصابعنا العادية عندهم 3 فالنجيز اوكي، هاي 1 هاي 2 هاي 3، باستثناء الثمب عندنا بس عندهم بس عندها 2 فالنجيز، فهم بحكي لنا ان هم 14 فالنجيز كل هاند، طبعا هنا الارقام هاي كلها مكررة بكل طرف تمام، بس احنا بنحكي عن الطرف الواحد عندنا 14 فالنجي، 3 بروكسيمال ميديال وديستال ان ايتش فينجر، وفي عندنا 2 بالثمب، في عندنا بس بروكسيمال وديستال بالثمب. Each metacarpal composed of base وشافت اللي هو البادي والها والهيد، شايفين هون هاي الميتاكاربل، في عنا هون هي البيز وهاي الشافت وهاي الهيد. عظام الرسغ اللي هي الكاربلز هم حكينا انهم 8 عظام هيهم، رح نمر عليهم يعني حنعتبرهم زي يعني رح نحكي أول إشي زي طبقتين أوكي، رح نبلش لاترالي من لاترال نمشي هيك فيهم أول مجموعة، بعدين نرجع نلف عليهم على المجموعة الثانية. فأول إشي هم اللي بحكي لك بروكسيمال رو لاترال تو ميديال، بروكسيمال ناخدهم بروكسيمال بعدين الديستال. فأول إشي عنا السكافويد واللونيت، حكينا هذول اللي بترتبط معهم الراديوس، بعدين في عنا التريكويتريوم والبي سي فورم، طبعا هذول بين قوسين هم زي تشبيه اوكي، يعني قاعد بشبه لنا شكل، الدكتورة كانت بتشبه لنا شكلهم، فهم بيحكي لنا انه هو بوت شيب، السكافويد بيشبه القارب، بتحكي لنا هون انه اللونات بيشبه المون شيب اللي هو القمر، خليني افرجيكم اياهم هون. فهسا نمشي نمسكهم واحدة واحدة، هاي السكافويد واللونات، السكافويد واللونات اللي هم مرتبطين مع الراديوس، سكافويد لونات، بعدين في عنا التريكويتريوم، وآخر إشي البي سي فورم تمام، سكافويد لونات تريكويتريوم والبي سي فورم. بعدين هاي البروكسيمال الديستال بتبلش الترابيزيوم، بعدين الترابيزويد، الكابيتيريوم، الكابيتات هاي صح؟
كابيتات والهمات. فالدكتورة بتحكي لنا حكينا السكافويد هو بوت شيب. صراحة إنها التشبيهات مش كتير يعني بشبه البوت تقريبا بوت شيب. بحكي حكت لنا اللونات هي مون شيب. بعدين عندنا التريكويتريوم ثري كورنرز عندها ثري كورنرز. التريكويتريوم عندها ثري كورنرز. شوي نعمل هايد. مش عارفة صراحة هاي التشبيهات عمري ما فهمتها. بعدين عنا البي سي فور بي شيبت اللي هي زي حبة البازل. لا بازل اوكي هايها يعني بجوز في منه صراحة. بتحكي لنا الترابيزيوم عندها تقريبا زي مربع فور سايدد هايها الترابيزيوم. بعدين الترابيزويد. بعدين الكابيتات لارج هيد. وفي عنا الهامات اللي هو هوكت بروسس. اوكي هاي الوحيده المنطقيه لانه كان انه شوفوا فيها زي هيك هذا النتوء اللي طالع هذا يعني بيشبه خلينا نحكي الخطاف زي هيك. بعدين حكينا هذولا هم الكاربلز هذولا الميتاكاربلز. بعدين في عنا هذولا الفرنجيز تمام. وحكينا احنا انه الميتاكاربلز الهم بارتس الهم الهيد تمام والبادي الشافت والبيز. هاي نيمونيك مشان تحفظوهم اذا بخربطوكم. حتى النيمونيك هذا عاملينه بالترتيب مشان تحفظون بالترتيب الصحيح. وبس هيك بتكون خلصت محاضرة الأبر لمبس. وترقبوا محاضرة اللور لمبس وإن شاء الله يكون كل شيء واضح. أي سؤال إحنا دائما موجودين. وركزوا على دراستكم والسلام عليكم.